في إطار برنامج المواجهة في مدينة بركان للأحزاب السياسية والبرامج ديالهم، اليوم بدينا بحزب الحركة الشعبية اللي كان موافق أنه يشارك في المناظرة، ولكن نظرا أن واحد العدد كبير ديال المترشحين للجماعة رفضوا يشاركوا في المناظرة، فمشينا للنقطة الثانية لأن كنا درنا زوج ديال الأ والبي. مادام أنه ما بغاوش يشاركوا في المناظرة الجماعية هكذا للدفاع عن البرامج ديالهم، انتقلنا عند الخطة باء اللي يمكن كل واحد نديروا معاه استجواب ديالو. بالنسبة للحركة الشعبية كاين القطاع النسوي اللي مشارك في هذا اللقاء ديال المواجهة والواجهة السياسية، وبالنسبة للقطاع ديال الرجال فوكيل لائحة نتاع الرجال هو اللي تكلم، سي رشيد بن فريد. من ناحية ديال المرأة هي الآنسة سكينة، وباش نعطيكم واحد النظرة اللي هي سهلة باش تعرفوا شكون اللي مرشحين عندهم، كاين زوج دكاترة في الطب، ثلاثة نتاع المهندسين، زوج المقاولين، واحد التقني في طب العيون، ثمانية ديال العمال، هادو هما اللي موجودين في الأول، وكاين وراهم ناس طلبة اللي راهم معطلين وعندهم ابتداء من البكالوريا إلى الباك واحد، باك زائد واحد، الباك زائد زوج، الباك زائد ثلاثة. إذن في القطاع ديال وكيلة اللائحة هي الآنسة سكينة، كاين وحده كاتبه عموميه اللي موجوده في عندها الباك بلس ان، وكاين وحده استاذه ومجموعه من الناشطات الجمعويات والناشطات في حق المراه، واللي يعرفوا حاجه كثيره على بركان وعلى مختلف القطاعات، سواء في البلديه سواء على مستوى الصحه والحياه الاجتماعيه هنا في مدينة بركان. هذا هو الطاقم اللي غادي يدخل للمعترك السياسي. سكينة بنبامو حاصلة على الإجازة في القانون الخاص، دخلت المجال السياسي منذ 7 سنوات. دخلت أنا المجال السياسي بالنسبة لي أول مرة وأول تجربة. علاش دخلت المجال السياسي؟ شفنا بالنسبة للسؤال ديالك الأستاذ على حسب المجالس السابقة اللي تكلمتي عليها، هذا هو الشيء اللي جعلني ندخل أنا كمرشح في الحركة الشعبية، لأن بالنسبة لي أنا المجالس ديال البلدية السابقة كاين واحد الفرق كبير ما بين الأفكار ديال الشخص اللي هو قدامك اللي كينتمي حاليا للحركة الشعبية والمجالس السابقة، لا مقارنة بالنسبة للأفكار اللي جايبينها حاليا باش نوضعوها على أرض الواقع، وليس مجرد كلام وادعاءات باطلة والتمويه أنك تموه الشعب أو المواطن البركاني كيف ما كيفعلوا بعض الأحزاب. بالنسبة لحزب الحركة الشعبية قدم مجموعة من النقاط اللي غادي يدافع المرأة من المستوى المحلي ومن المستوى الوطني. النقطة الأولى من ناحية الاجتماعية بأن المرأة اللي عندها الأطفال المعاقين ما عندهاش مدخول مادي، وكذلك المرأة اللي كتخدم في القهاوي واللي كتخدم برا في الموقف وفي مجموعة من المجالات، إلا خدمت راها كتاكل وكتصرف على وليداتها، ومن نفس الوقت دوك الولاد لمن تخليهم وما كانش شي مدخول قار ولا شي حاجه اللي كتستقر يعني كتحميها. لهذا غادي نركزوا على هذه النقطه وغادي ندافعوا عليها بشراسه من الناحيه الوطنيه ومن الناحيه المحليه. إلا كنا من الاوائل ودزنا في هذه المرحله الانتخابيه الحاليه، اعتبر بانما المجالس السابقة وسبق لي راني قلتها لك لا مقارنة. بالنسبة لي أنا الخدام ما يجيش أو الموظف ما يجيش يخدم، هاي تلقى الإقالة ديالو في البيرو تصدعش كاع راسك، هادي رقم واحد. بالنسبة لي أنا الملفات إلا كانوا ملفات كيف ما كتقول حتى واحد ما كيقربها، هادي مسائل بالنسبة لي أنا عرب باللي غادي تولي واحد المجلس بلدي واحد اخر، واحد المدينه ديال بركان، و
وحده اخرى ماشي هي المدينه اللي راك تشوفها دابا. هالازبال هالحفاري بزاف ديال الامور. وانا بالنسبه لي هاد الحوايج ما تبقى بهم حتى حاجه. علاش دخلت انا الانتخابات؟ دخلنا لهاد المسائل الاجراميه اللي كيقوموا بها بعض الصفقات المشبوهه في الاطار ديال تصفيه الطرق اللي هي مغشوشه، وكان الطريق ملي كتشوفها نتايا عاد دارت ماشي بزاف، دارت شهر ولا شهرين. الا داز شي واحد كانش يعرف المدينه او ما يكونش يعرف المدينه كتبان لي هذيك الطريق دارت بحال اللي 20 عام ولا 30 عام ماشي جديده. هاد المراقبه اللي كيتم التواطؤ في الصفقه اللي كدار ان باش مول الشركه ما كيتراقبش شنو كيدير شنو كيفعل، بالنسبه لي انا حتى هذه ما تبقاش. الا قال لك شي واحد حنا عندنا مدير اقليمي او مندوب اقليمي ديال وزاره الصحه راه كذب عليك. فعلا حنا كحركه شعبيه ومجموعه من المنتخبين معنا فكرنا في هذه النقطه لانها نقطه اساسيه. لحقاش المراه انها ملي كتخرج للزنقه ولا كيجري عليها رجلها ما عندهاش شي مكان اللي كيويها واللي كيحميها من هذا الشيء، ولهذا فكرنا في هذه النقطه وهي من النقط الاساسيه اللي غادي ان شاء الله غادي ندافعوا عليها. حيت صيفطنا بزاف ديال الرسائل لوزاره الصحه بعدا، واش عندنا وزير الصحه بعدا؟ واش كاين بعدا وزير الصحه كاين حاضر؟ كتعرف بان المستشفى ديال كوفيد 19 دابا حاليا في السعيديه كيموتوا 4 5 6 12 14 كل 24 ساعه. شنو المشكل هنا؟ كاين طبيب واحد، طبيب بصفته كيطلب الاغاثه ان باش تقدم ليه المساعده، بمعنى كاين شي 42 او 45 شخص نعسه في كوفيد 19 اللي كوفيد 19 الكل كيعرف باللي الامور ديالو خطيره جدا، سيرتو الناس اللي هما ديابيتيك وعندهم امراض مزمنه وكيكونوا كبار شويه في السن. هادو هما الفئه اللي كتاثر عليهم كورونا هاد الكوفيد 19. دابا ملي كيلتجؤوا للسعيديه اولا الاكسجين الاختراقي اللي كيخترق الجسم ما عندهمش، عندهم ديال 15%. ملي كتمشي الحاله انها باش تداوى باش يوفروا لها داك الاكسجين الكافي اللي هو 50% اللي كاين غير في المستشفى الجامعي ديال وجده، هنا ما كاينش الاكسجين. كيكون 50% في الجسم ديال الانسان، 15% ديال الاكسجين شنو كيدير؟ ما خلينا ما راسلنا وزير الصحه السيد المندوب الاقليمي غادي نديروا مركز للايواء اللي غادي يحميهم من السرقه والمخدرات ومن مجموعه من الافعال الغير مرغوب فيها. من بعد ما درنا مجموعه من الدورات واستمعنا مجموعه من المواطنين انا والمترشحين ديالنا، كنا كنستمعوا بعض النساء كيقولوا لنا بان كيتلقاو الابتزازات من طرف الاطباء، كتمشي للمراه كتزيد ولا كدير شي عمليه ولا في اي مجال كيقولوا لها بانك انت كمراه مزيانه لابسه مزيان، علاش ما تجيش عندنا لا كلينيك ديالنا ديري العمليه ديالك غادي تلقاي العنايه الصحيه وغادي نتهلاو فيك. ولهذا فهاد الشيء يعني خصنا نوضعوا له حد. لحقاش حنايا كصحه كمنظومه صحيه خصنا يعني واش حنايا كمواطنين مغاربه واللي ما عندناش واش ما نتلقاوش العنايه؟ واش ما حنايا ما نتلاقاوش كنمشيو للمستشفى ما كنتلاقاوش لي راديو ما كنتلاقاوش لي سكانير ما كنتلاقاوش كيعطيونا تحاليل على مده 6 شهور 7 شهور؟ واش الانسان يموت الا ما تلقاش هذا الشيء؟ الانسان غادي يموت صافي غادي يمشي يضيع صافي نديوه للقبر وغادي نساليو. ولهذا حنايا غادي نركزوا على هاد النقاط وغادي ندافعوا عليهم ان شاء الله في المستوى الوطني وعلى المستوى المحلي ان شاء الله. مادام حنا كنا كنشتغلوا في اطار حقوق الانسان، طبيب كيخدم سيمانه وشهر ما يخدمش، تقدر الوزاره ديال الصحه تخرج لنا ببيان تقول لنا واش هاد الاطباء اللي كيشتغلوا سيمانه في الشهر واش هاد المساله قانونيه ولا ماشي قانونيه؟ الكل كيتساءل في هذا الموضوع. بالنسبه
البعض الأطباء اللي كتمشي عندهم الحالة باش ينقذوها. شنو الجواب ديال الأطباء بعضهم وليس كل كيبغي يحيلها على الكلينيك أو المصحة اللي هو كيشتغل فيها باش يبزنس فيها بلا حياة بلا حشمة؟ واش هاد المهنة ديال الطبيب؟ واش في نظرك، في نظركم وفي نظر المغاربة، واش المهنة ديال الطبيب؟ واش الطبيب يولي بزناز؟ راه هادشي غريب، هادشي خطير. أما فهمتش، الكلشي كيتسطر، كلشي كيشوف ولكن كلشي كيتسطر. ما عرفناش فين كاين الخلل وفين كاين المشكل. مادام أن شخص إنسان خلقوه رب العالمين وكتوصل به الوقاحة وكيقول لك عنده الدكتورة وتوصل به الوقاحة حتى باش يعرض راسه أن باش يوجه واحد المريض اللي هو مدقدق مهرس لا في الجيب ما عندوش ولو، إلا كان هاد السيد بغى يلتجأ الله كلينيك، واش عادي تسناك أنت تقولها له على الطبيب عادي يجي يقولها له؟ الناس كتلتجأ المستشفيات الإقليمية ديال الدولة باش الناس كتعالج غراتويت. إلا كان هو عنده مادي اصلا ما غاديش يدور عليكم يتسناشكش، عاد انت تجي تعرض عليه باش دير لك كلينيك، وكتبقى تشوه في ذاك المطريه اللي انت كتخلص على يد الدوله، وكتبقى تقول لهم هنا راه المناشر مصدين، المعالق دايرين، هادو جالس كتخوف المريض جاي باش يدير العمليه، وجالس الطبيب كيرعف فيه باش يخرجوا اوتوماتيكمون انه باش يرجعوا لواحد المكان ديال المصحه الخاصه. واخا هذاك ما عندوش، في التالي من كثره الخوف والنفسيه والتاثير ديال الكلام كتضطر العائله ديالو واخا تجمعها دراهم باش يجمعوا له باش يديروا له في الكلينيك، لان كيكون تعرض للتعسف والظلم والحقره اللي هو من حقه يتعالج. والصحه واجب في المملكه المغربيه اللي سيدنا دائما دائما سيدنا كيبقى يوصي فيهم وكيعطيهم تعليمات والو. كنوجهوا نداء للمواطنين حاليا في الانتخابات التشريعيه او الجماعيه او الجهويه، ما يصوتوش بالمقابل، ما يبيعوش رصانهم بحال الخرفان. الا بغيت السيد صوت معاه صوت معاه رجله رجله، ما كاينش المقابل. اي صوتوا برزانة برزانة بعقلية بعقلية، اماشي حتى يمشي يصوت بعشرين الف فرنك وينصارحوا باللي تباع امور الانتخابات، كيبقى يتشكى كيبقى يقول لك الحكومة ما دايراش، الحكومة فاعلة، الحكومة تاركة، الحكومة لا، ايوا انت اللي راك انتخبتي عليها شرات كيفاش غادي دير لك؟ تبعتي راسك. كنتمنوا من هاد الاستحقاقات الانتخابية انها تدوز على خير وبخير وبحبية وودية، وكنطالب بك انت اختي المغربية وانت الاخ المغربي انك تصوت على حزب السبولة، لانه موجد مجموعة من المفاجآت اللي غادي تعجبكم واللي غادي ان شاء الله اللي غادي تهز بالمغرب القدام وغادي تغيروا مجموعة من النقاط. ولهذا كنطلب من المواطنين انهم يخرجوا يصوتوا وان شاء الله نكونوا في المستوى وان ان شاء الله نقدموا احسن تقديم. احنا كنطلبوا من المواطنين والمواطنات كحركة شعبية انهم يصوتوا على السبولة، وغادي يعرفوا رشيد بن تفريت واش غادي يخلق لهم المفاجأة في مدينة بركان ولا لا.